السلام عليكم. الإعلام الجزائري، إعلام الجزائري الموالي للنظام الجزائري يهاجم دائما المملكة المغربية. سيدي المغاربة تيموتوا بالجوع، قال لك على سيدي المغاربة أمام مشاعات كبرى. عرفتي أن المغرب فاز بتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، خلى فيهم واحد العقدة هنايا في الحلق ديالهم. شوف، عندك تصحابوا أن المغرب غادي ينظم كأس العالم وكأس إفريقيا غادي ينعسوا وكوين، كما قال واحد الصديق ديالنا ميم بيب باب الصحراء، أنا تنعزي الكبرانة. حتى أنا كذلك كنعزي الكبرانة وكنعزي الحكام ديال الجزائر وكنعزي الكراغلة وكنعزي الإعلام الجزائري والإعلام الكرغولي. ما فتئ الإعلام الكرغولي يتهجم كتابة فيديوهات أصوات إذاعة على المملكة المغربية. تبركم هذا الخبر الجديد اللي غادي نخليه لكم، وغادي نقول لكم واش قالت بعض الصحف الجزائرية بالصورة والصوت. إذن إذا تفضلتوا بالبقاء معنا، طبعا هشام خضري قناتي، إلا بغيتنا نزيدوا لقدام دعموا الحساب ولا تحرمنا من الإعجاب تبع هذا الحساب. المغرب أولا ولا غالب إلا الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانة. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. إلا كنت خليتي لي داك لايك وكتبتي تعليق بارطاجيتي الفيديو مع الأصدقاء ديالك، نكملوا الفيديو على بركة الله. جريدة جزائرية وجرائد، مجموعة من الجرائد الجزائرية، كلش الجزائر، كل حاجة أو كل جريدة أو كل قناة أو كل صفحة جيئة من الجزائر، فهي كتهاجم المملكة المغربية بتواطؤ مع النظام الجزائري. راه ما يمكنش أن المغرب ياخد 2025 تنظيم وتنسحب الجزائر. يقول لك شي وحدين علاش انت بهاد اللقيته كتهضر وكتقول بانه كاين احداث هنا وهنا. انا بالنسبه لي المملكه المغربيه والدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه المغربيه من اولى الاولويات. الناس كتموت على بلادها ولا على ولادها، اما قضيه المبادئ فلكل احد مبدئه، واللي كيقول كذا ولا كذا يمشي هو يهز العصا ويمشي يدافع. فهمتوني؟ لان ما نخليوش شي قضايا تكون حيط قصير اللي جاي يركب عليها. عرفتوني علاش كنهضر؟ من بعد غادي لكم فيديو غادي نبين لكم الراي ديالي ونبين لكم احنا اش كندعموا، ولكن ما يهمنيش هذا، لان من الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقال الله تعالى في القران الكريم بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. فالكراغله هناك بني كرغول عشرة أنا تنعزي الكبرانة، حتى أنا كذلك كنعزي الكبرانة وكنعزي الحكام ديال الجزائر وكنعزي الكراغلة وكنعزي الإعلام الجزائري والإعلام الكرغولي. ما فتئ الإعلام الكرغولي يتهجم كتابة فيديوهات أصوات إذاعة على المملكة المغربية. واش أخبركم هذا الخبر الجديد اللي غادي نخليه لكم، وغادي نقول لكم واش قالت بعض الصحف الجزائرية